D'accord. عسل ايه يا جماعة؟ ما في صوت. ايوه جوزفين، عايزه ايه؟ جوزفين؟ ايوه يا دكتور، ايوه ستي. انا مش سامع حاجة. لا ما احنا انت كنت بدي مش موجوده، يمكن انا سبت للناس دقيقتين ونرجع المحاضره عشان اوكي احنا خلصنا الروت سيستم وهنبتدي الشوت سيستم. قلت لهم دقيقتين ونرجع ماشي. تاني عشان يكون الناس ايه صحصحت كده، بدل ما يقوموا اثناء المحاضره يقوموا اثناء الايه البريك اللي انا بدوله. طب يا جماعه اوكي ننتقل بعد كده للشوت سيستم. ننتقل بعد كده للشوت سيستم. الشوت سيستم بيتكون من ثلاث حاجات، اول حاجتين اساسيتين طبعا الستيم والليفز. لكن قبل ما ندخل في الستيم لازم نتكلم عن البادز، لان البادز عباره عن البراعم اللي هي مسؤوله عن تديني كل الشوت سيستم. تعريف البط اللي هو young undeveloped shoot consisting of a shoot apex compressed axis and a number of tender leaves arcing over the ground apex. عباره عن ورق متراكب فوق بعض، عباره عن ورق متراكب فوق بعض. يا ريت الناس تقفل السماعه. جوزفين اقفلي السماعه بتاعتك. ايوه عشان السماعة مفتوحة ودوشة عندك غير طبيعية. طيب يبقى هنا يا جماعة قري تعريف البادز. البادز
طيب حد شاطر يقول لي ايه هو الفيرست بلاد ان ذا بلانت بادي؟ الكلام ده شرحناه في المحاضره اللي فاتت، الفيرست بلاد او اللي قبلها يمكن، الفيرست بلاد ان ذا بلانت بادي، حد فاكر؟ اللي هو البلوميول. قلنا البلوميول اللي كان جوه لسه الجنين، صح؟ احنا بنتكلم على تركيب الجنين، ستراكشر اوف امبريو، لما بيكبر بيديني ايه؟ بيديني بلوميول وراديكل وامبريونيك اكسس وتو اور وان كوتليدونز، الاربع حاجات اللي هم مكونات الامبريو، مكونات الجنين لما بينضج. بيديني امبريونيك اكسس اكستند اب وورد تو جيف ذا بلوميول، المين اكسس بتاعه ايبيكوتايل، وبيديني داون وورد بيديني الراديكل، المين اكسس بيسموه الهايبوكوتايل اتاتشد تو وان اور تو كوتليدونز، ده الاستراكشر بتاع الامبريو. وانا بتكلم على البروميول قلنا ده الفيرست بود ان ذا بلانت. لا نعرف يا جماعه ان البروميول ده هو ربنا حاطط جواه طول الشجره كله لحد ما تموت. وعشان كده احنا بنشوفها زي مثلا ايه الرسمه الموجوده قدامنا دي بتاعه الكابج بتاعه الكرومب مثلا، سواء الكرومب العادي او الكرومب الاحمر ده اللي احنا شايفينه قدامنا، نجد عباره عن ايه؟ ده عباره عن بد وكبر زي ما هو، ما حصلوش ديفرنشيشن واضح. يعني لسه بصوا هنا اكتشف هنا منظر غريب قوي. هنا عباره عن ليف خارجه وليف الناحيه الثانيه والليفز، وهنا ليف بريموردي ودي ليف ودي ليف ودي ليف ودي ليف ودي ليف. يعني لو قدر ان ديت انها تطول كانت ادتني نودز وانتر نود طويله جدا، وكل يعني ما ليف العادي في النبات الورق بيطلع كده، ورقه هنا ورقه هنا ورقه هنا ورقه هنا، مش كده؟ طبعا انت مش متخيل المنظر ده، منظر هو ده اللي جنبنا، هو ده هو ده، الاثنين زي بعض، الكرومباية زي دي، بس كل الحكايه ان الاكسس اللي في النص ده تختخ شويه بقى عامل كده، اللي هو الابيض اللي في النص ده، والورق بقى ورق لافف بالشكل ده، ورقه كده، ورقه كرومباية عاملة كده، ورقة تانية طالعة من عند النود التانية عاملة كده، ورقة تانية عاملة كده، ورقة تانية عاملة كده، الكرومب الموجود عندنا بالمنظر ده. خلاص ادي منظر الكرومب الموجود عندنا، تمام؟ ادي عبارة عن ادي الليف طبعا فيه ولسه بد، بيسموهاش ليف، بيسموها ليف بريمورديا، وهنا بد بريمورديا، وهنا الايبكس. لكن ده لو كان النبات ده ربنا قدر له انه يطول زي اي نبات عادي كان اداني المنظر ده. برضو الورق بتاعه اللي هو المنظر بتاعه، الورق بتاعه هنا، تمام؟ ده منظر الستيم العادي. فالبد ربنا قدر انه يحط جواه كل تاريخ الشجره، هتطلع تبقى القصب مثلا او الذره، باين نودز وانتر نودز، نودز وانتر نودز، كل دول فين؟ موجودين داخل الفيرست بد اللي هو في البلوميول، اللي هو الريشه اللي موجوده بتديني كل الشوسيس. مش عارف، يبدو ان النت في حاجة. طيب هنعمله بطريقة تانية. الحمد لله اشتغل بس بعد معاناه. طيب البادز بقى ان ريليشن تو بوزيشن اون ذا بلانت، البد حسب مكانه في النبات، ممكن يكون في تيرنري موجود في القمه، ممكن يكون موجود في القمه زي ما احنا شايفينه هنا كده، بس اللي هو لونه بيج ده عباره عن البد، وده مسؤول عن الالونجيشن، ده اللي بيخلي النبات يطول لفوق. لكن كمان ممكن موجود في ابط الاوراق، ابط الاوراق، وده المسؤول عن الدين اللاترال برانشز، ده اللي بيديني افرع جانبيه للنبات، تمام؟ يبقى اللاترال باد ده ممكن موجود فين؟ مسؤول عن البرانشنج، الترنال مسؤول عن الالونجيشن، هو ده اللي بيزود طول النبات لفوق،
بينما اللي بيديني المسؤول عن عملية اللي يديني برانشنج البض اللي موجود فيه إبرة الأوراق. البض ده ممكن يكون له نوعين، برينسيبال واكسسوري. برينسيبال اللي هو الأساسي. ساعات يا جماعة يبقى عندنا نبات بالشكل ده، هذه الورقة اللي طالعة من النبات، وجد هنا في بط صغير جدا، وجد في برانش طلع، وادي بقية النبات طلع لفوق كده بده شكل النبات. غريب جدا. اولا برانش طلع من برانش طبيعي طلع من اكسلري بود. طب وايه ده تاني؟ ده بود تاني. يبقى عندي هنا تو بودز، عندي هنا تو بودز، واحد فيهم بيكون اكتيف اولدست لونجست اطول ومور اكتيف، والتاني بيكون فيري في لسه صغير اهو. الصغير ده بيسموه الاكسسوري، بينما اللي كبر ده وبتاني ده لاترال برانش بيسموه ده البرنسبل، بيكون الاولدست واللارجست والمور اكتيف. يبقى فرق اساسي بين البرنسبل والاكسسوري بود، ان البرنسبل بود بيكون مور اكتيف مور اولدر او مور اولدست زي ما تسموه او مور ايه او لارجست، كمان بيكون الاكبر في حجمه والاقدم في سنه وكمان اكثر نشاطا. ده لسه بعد شويه هيكبر هو كمان ويديني الشو سيستم هو كمان. يبقى في بعض الاحيان ابط الورقه في الاجزل بتاع الليف بيكون وان بود، ده العادي اللي احنا شايفينه قدامنا ده وان بود زي اللي هنا ده وان بود. لكن في بعض الاحيان بيكون مور ذان وان بود، الاولدست واللارجست والمور اكتيف بيسموه برينسيبل، بيسموه البرينسيبل بود. الاخرين كلهم بيسموه اكسسوار، اكسسوري يعني اكسسوار، يعني في حاجه اساسيه وفي حاجه اكسسوار. اكسسوار اكيد اكسسوري، ساعات تشتري عربيه وبعدين انت عايز تحليها كده، فتروح ما جايب مثلا ايه سبويلر تحط ورا، او تحط رسمه على جنب الباب كاتب عليها مش عارف ايه وحطه نجمه كده ساعات، او رسمه نسر مش عارف ازاي. كل اكسسوارات اللي بتحطيها اكسسوارات، تجيب ايرنج مثلا، تجيب حلقه تحطه في ودانها، تلبس عقد، دي مش حاجه اساسيه، مش حاجه لاصقه في جسمها، هي جاية تخرج بتحط الحلق او بتحط الايه السويرة او الكلام ده او العقد والكلام ده، ده اكسسوارات. فدي اكسسوارات. كمان النبات في حاجات، في برينسيبل بود وفي اكسسوري بود، الاثنين اكزيلري، الاثنين في الابط، لكن اللارجست والاولدست والمور اكتيف ده عبارة عن الايه البرينسيبل، اي حاجة غير كده بيسموه الاكسسوري. طيب من حيث كمان يبقى ده الاكسسوري، الابيض اللي في النص ده، الابيض اللي في النص عندي ده هو ده البرنسبل، والاثنين الصفر اللي على الجنبين ده عباره عن الايه، لان هم ايه ده الليس اكتيف واليانجست والسمولست الاصغر في الحجم والى اخره. طيب حلو خالص. في بقى حاجه اسمه ادفانتيشس بود، ادفانتيشس بود، كلمة advantageous يعني موجود in abnormal position، يعني in is not a normal position، في مكان غير طبيعي. زي يا جماعة ما يبقى موجود في بض موجود على روت أو بض موجود على ليف، إيه المكان موجود في هذه الحالة بيسموه abnormal positioning، بيسموه advantageous bud، موجود في مكان غير طبيعي، لأن منشأ البض الطبيعي إما terminal أو بيبقى في الأكزل بتاع الليف، اما في قمه النبات الفرع الموجود عندي بتاع النبات، او في الاجزل في الابط بتاع اللي. لكن كونه موجود على روت يبقى ده غريب جدا، بيسموه ادفانتيشس. اخر شكل من اشكال البادز السيد باد. السيد باد ده موجود في داخل البذره. لو انت شفت الفول السوداني، ادي فولايه وادي فول سوداني، هي تو كوتيليدونز طبعا، وادي البلوميول وادي الراديكال، يبقى ده تركيب الامبريو، امبريونيك اكسس بلوميول وراديكال وتوكوتيليدون، تمام. لكن هنا بقى تجد حاجه غريبه طالعه على الكوتيلين ستوك ده، تجد بط خارج هنا وبط طالع هنا كده،
مكانه غريب، منشأه على الكوتيلون ستوك، على الستوك اللي ماسك التوكوتيليدونز. ده عبارة عن السيد بط، ده عبارة عن السيد بط. خلاص حلو خالص، ادي الاربع اماكن من حيث البوزيشن. طيب if there are more than one bud in the axil of the leaf، البرنسبل هو اللي موجود. طبعا دي ملهاش اي لازمه ديت، لان الكلام ده اتقال في الصفحه اللي قبليها. زي ما انا شايف هنا ده عباره عن ده الابيض، ده البرنسبلز، والاثنين اللي حواليه عباره عن الاكسسوري، ده وده عباره عن الاكسسوري. قلنا قبل كده كلام مش بادز. بقى رقم اثنين بادز ان ريليشن، قلنا كده من حيث البوزيشن، مكان البط فين. بط من حيث الديفلوبمنت، لو البط اللي موجود في قبه الورقه اداني برانش، والبرانش ده كله شايل اوراق، يبقى البط نما اداني فيجيتيف برانش، برانش كله ورق اخضر، بيسموه ده بط فيجيتيف. طب لو نما واداني ازهار زي ما هو كده، واداني ازهار، ازهار عامله كده ازهره، بدل ما يديني اوراق بيديني ازهار. خلاص، فلما نما اداني ازهار، الاكسس ده بيسموه انفلورسنس، اللي هو الاكسس اللي شايل مجموعه الازهار، دي زهره ودي زهره ودي زهره، الازهار الموجوده عندنا. يعني هنا لا ينمو، هنا بيديني ينمو فقط، يديني اوراق، هنا نمى واداني ازهار، في النوع ده بيسموه فلاورنج بد، بيسموه فلاورنج بد. لكن في نوع تاني بيديني الاثنين مع بعض، معلش اللي بتاعي هنا متلخبطه، لان ده مش باوربوينت، ده بي دي اف، حط الحاجات فوق بعضها للاسف يعني. يبقى هنا بيديني فرع برضو جانبي زي الافر اللي رسمناه قبل كده، فرع جانبي اهو، ولكن الفرع الجانبي طبعا الفرع الجانبي طالع من قبه ورقه لازم. هنا نجد هنا ورق ثاني، ورق اخضر عادي جدا، لكن الفرع كمان مع الورق الاخضر مديني زهره، مديني ازهار. ازهار، يبقى هنا شايل فيجيتيف ليفز وشايل هنا فلاورز، في الحاله دي بيسموه ميكسد بد، بيسموه ميكسد بد. يبقى ده ايه؟ يبقى هنا البد من حيث الديفلوبمنت ثلاثه، اما يديني فرع شايل ورق اخضر فقط بيسموه فيجيتيف بد، او فرع يديني ازهار فقط بيسموه فلاورنج بد، او يديني فرع زي اللي قدامنا ده شايل الاثنين مع بعض، ازهار و اوراق. كده يبقى البط خلص يا جماعة. ننتقل للجزء الثاني اللي هو عبارة عن الستم. الستم منشأه منين؟ من البروميول، الجزء الأساسي بتاعه بيسموه الإبيكوتايل. الكاركترستيك بتاع الستم، الكاركترستيك طبعا فيها نود، والمسافة بين تو سكسيسيف نود بيسموها انتر نود، انتر نود، و هنا موجود هنا عند النود بميزه بايه؟ بخروج الاوراق، دي اوراق بيتيول، يعني بيتيول بتاع ورقه، وده بيتيول، بيتيول بتاع بيتيول يعني الليف ستوك، بيسموه بيتيول ليف ستوك، العصايه اللي شايله الورقه، الورقه بتبقى عامله كده كده مثلا. متشال على ستوك، الستوك ده بيسموه البيتيول، تمام؟ يبقى عندي نوت، ادي ايه؟ ادي النود والنود والتو سكسيسيف نود، المسافه بينهم بيسموه انتر نود، وادي البيت اللي شايل الاوراق. امال ايه ده؟ عباره عن بد نما من لاتر برانش، ده عباره عن هنا لاتر برانش طلع واداني. طيب التيرمال بد فور جروث اند لاترال بد فور برانشنج، عارفين قبل كده ان التيرمال بد هو مسؤول عن الزياده الطوليه، اذا مات يطول لفوق، بينما اللاتر بد مسؤول عن البرانشنج. ascending axis عباره عن فرع طالع مش نازل، الثاني كان اسمه descending يعني نازل، الروت سيستم descending، بينما الشوت سيستم ascending. developing from bromule under epicotyl، طالع من البروميل والابيكوتايل بتاعه. فوتوتروفيك، بيحب الضوء عشان يعمل فوتوسينثيسيس. الثاني ما فيش نودز، الروت سيستم ما فيهوش نودز وانتر نود، بينما هنا
بينقسم differentiate into nodes and internodes. في branches والleaves exogenous, هناك كان lateral roots endogenous. endogenous يعني الزايلم والفلويم اللي موجود جواها ماشي زي اللي ماشي في الروت بالظبط, لكن هنا الاوراق بتبقى اكسوجينس يعني ما لهاش علاقه بالشوت بالفاسكولار باندلز بتاعه الستم. مالتي سيلر بيجي عليه مالتي سيلر هيرز بيرز فلاورز اند فروتس, لا يمكن طبعا تجد روت سيستم في فلاورز اند فروتس, لا يمكن. برانشنج اول حاجه نتكلم عليها برانشنج اوف ذا ستم. طيب انا مضطر اجيب صفحه بيضاء واشرح الكلام ده حتى لو عطلتنا شويه. احنا قلنا يا جماعه الكلام بقى خلاص عايزين نركز فيه, ان الستم في تو بادز مهمين جدا فيه. في هنا ليفز طالعه وهنا في تيرنال بد اللي اتكلمنا عليه, وقلنا التيرنال بد مسؤول عن ايه؟ اتفقنا مسؤول عن الالونجيشن. ايه اللون الغريب ده؟ التيرنال بد ده هو المسؤول عن الالونجيشن, هو اللي بيدي عمال يعمل ديفرنشيشن ويديني نودز وانتر نودز, عمال يطول النبات يديني عقل 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 طول ما ماشي كده اللي هي الانتر نودز موجوده عندنا, ادي النبات تمام. امال ايه اللي مسؤول هنا عن اديني البرانشنج؟ عباره عن البد اللاترال بادز او الاكسلري بادز. في بعض النباتات الاكسلري باد ان اكتف, يعني ان اكتف يعني ما بيديش اي برانشز, فتجد النبات ما فيهوش اي برانش, نبات طالع كده وبس موجود فيه البرانش موجود فوق فقط لا غير, لكن النبات ما فيهوش اي برانشز. زي ايه؟ زي البالم, البالم اللي هو الديد بالم زي البلح. هل انت شفت بلح مدين لاتر برانشز؟ لا, ده النخله تبقى طالعه كبيره كده, النخله طالعه بالشكل ده نخله والاوراق موجوده فوق بهذا الشكل, اوراق البالم يعني. يبقى اول نوع بنقول فيه ان الاكسلري بود ان اكتف, عشان كده بيديني ان برانشد ستيم, ان برانشد ستيم, الستيم غير متفرع. ده بنجده بسهوله جدا في البالم او الديد بالم اللي احنا عارفينه, كل البالم كده على فكره, كل العيله, كل العيله كده اللي هو نخيل اللي احنا بنعرف ده ان برانش تمام. طيب حلو خالص. في نوع تاني ان الترنال بد اللي هو هنا ده هو اللي بينقسم فقط لا غير, وبيتقسم لاتنينات, يعني يبقى النبات طالع كده الترنال بد فوق, الترنال بد روح مقسوم لاتنين, وبعدين تم البط بقى هنا في الطرف هنا يقوم مقسوم لاثنين, والتم البط موجود هنا يتقسم لاثنين. هل في نبات عمل كده؟ ايوه في نبات. يبقى هنا التم البط بيتقسم لاثنين, واللي بقى تيرمال باد هنا يتقسم لاثنين, والتيرمال باد هنا يتقسم لاثنين, حياته كلها عايشه كده. ان التيرمال باد بيتقسم بقى. عشان كده بيسموه دايكوتوموس برانشنج. دايكوتوموس يعني ثنائي, ثنائي الانقسام, دايكوتوموس برانشنج. يبقى هنا ان برانشد لكن دي دايكوتوموس برانشنج. يعني دايكوتوموس يعني التيرمال باد بينقسم لاثنينات, كل واحد يتقسم لاثنين, كل واحد طول ما انت ماشي شغال بالطريقه دي تمام. ادي شكل. الشكل الثالث, الشكل الثالث ان البد, البد ما بينقسمش, ده البد بيبقى ديسكويد ان شيب, البد بيبقى ديسكويد ان شيب يعني قاعد زي ما هو كده عامل ديسك ان شيب. شفناه في ثلاث حاجات على الكاروت, وشفناه في الترنب الراديش, وشفناه في الترنب الليفت. في الثلاثة دولت اللي انا برسمه فوق دوت اللي انا هاخد له لون تاني عشان رايح نفسي دلوقتي,
اللون ده مثلا اهو ده عباره عن الايه الستيم. وكمان شفناه واحنا بنشوف بنعمل بصله، البصله عامله كده الجزء الاسفل منها هنا، ده عباره عن اللي فيه الفايبرس روت، عباره عن دوارف ستيم اندفرنشيتد انتو نودز اند انتر نودز. وشفناه كمان في نبات تاني زي نبات الصنوبر جابوه في المعمل الباينس، لو الاسيكولار ليفز برضو الاوراق الشجر بتاع كبيره كده تجد ان الاوراق طالعه كده من دوارف ستيم، والاوراق اسيكولار اوراق ابريه خدناها يمكن في اخر معمل الاسبوع ده، خلاص اوراق ابريه بهذا الشكل، ونجد عليه هنا ايه سكيل ليفز كده موجود عندنا خدناه في المعمل. ده الصنوبر اللي منه بتاع الخشب الكبير فوق وهو عند كليه التجاره كده، واول ما تنزل من مبنى النبات تلاقي بتاع كده فيها كونز مخاريط، لان دي من الكونيفري من الاوردر في النبات اسمه الكونيفري، العائله اللي منها الصنوبريات اللي فيها الكوره كده بنشوطها برجلنا بنلعب بيها كوره كده. دي الورق بتاعها بيكون ورق ابري كده اسيكولار ليفز، وبيكون طالع على دوارف ستيم، ستيم صغير كده. في كل هذه الاحوال ده النوع الثالث من انواع البرانشنج اللي هو ايه؟ unbranched to nodes and internodes. يبقى النوع الثالث unbranched to nodes and internodes. دول الثلاث انواع يا جماعه اللي هم موجودين في البرانشنج، اما ان هو اللاترال بادز الترمنال شغال، الترمنال بيطول النخله طويله جدا، النخله عماله تطول لفوق 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 تديني نودز وانتر نودز نودز وانتر نودز، ودي الورق اللي الراجل قاعده الورق اللي الراجل بيطلع عليها، تلاقي راجل الفلاح اللي طالع يعمل مثلا بولينيشن للنخله بيطلع على الشجره مش ملساء، بيبقى نخله يعني مش ملساء، بيطلع على ايه؟ على الورق الموجود ده يطلع لفوق. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الليفز اللي موجوده، قاعده الليفز الليف بيزس اللي هو بيطلع عليها دي. لكن الـ كل ليف من دول المفروض فيها بد، الاكزيلري بد اللي في الليف ما بينموش، ان اكتف، فده عباره عن ايه؟ الانبرانش الموجود عندنا. لكن في نوع تاني اللي هو ده ما لخبطناش ما بين الانبرانشد والدوارف، الدوارف ده اندفرنشيت انترنوز انترنوز، لا البد بينمو لاترال ولا ترنال، الاثنين كومباكت الاثنين مضغوطين بيدوني الايه زي البصلايا وزي الجزر وزي الليفت وزي الترنب وزي الحاجات دي كلها، ده عباره عن ديفرنشيت نودز اند نودز، ودي التعريف بتاعه. انا كل ده حلو خالص، نبتدي ندخل في اهم نوع بيسموه اللاترال برانشنج. دول ثلاث انواع، في نوع رابع هو مكانه الثاني في الرسم في الكلام، لكن انا تعمدت اخليه في الاخر عشان اخلص الثلاثه الاولين، هو ان برانشد والدايكوتوموس برانشنج اللي بتفرع تفرع ثنائي والدوارف ستيم. لكن في نوع تاني بيسموه اللاترال برانشنج. ايه اللاترال برانشنج ده؟ الاسم الغريب ده. شوف ايه اللي بيحصل. النبات يا جماعه طالع كده، فالنبات فيه بد، ترمال بد زي ما احنا عارفين، هو ماشي سايب نود وراح مطلع لي ورقه، وبعدين ابتدي النبات وهنا في بد طبعا موجود الحته دي اكزيلري بد حلو، يبتدي ده ينمو تاني عشان يديني نوت تانية، يديني نوت كبر، كبر النبات شوية، كبر كده النبات، ويقوم مطلع لي نود والنود فيها ورقة والورقة فيها اكزيلري بود هنا، ويبتدي النبات ينمو تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، ونبات عمال يطول طالما في في اكتيف ترمال بود، ترمال بود هنا عمال ينمو ينمو ينمو، فبيديني اوراق 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 اوراق، وكل ورقه فيها بد بد بد، في الابط بتاعها في بد بد بد. حلو خالص. طيب البد اللي هنا هو ده الاولدست، هو اقدم بد مش كده؟ وعشان كده يبتدي ينمو فبيديني فرع جانبي، وده يديني فرع جانبي، وده يديني الفرع لاترال برانش، وده يديني فرع جانبي، وده يديني فرع جانبي، وده يديني فرع جانبي. قال لا لا، طب انت ايه رأي؟ ما تقول لنا كلهم فرع جانبي وخلاص، ايه القصه؟ انا عايز اقول لك ان ده باين عليه ان ده الاولدست، اقدم واحد مش كده، والمور اكتف الاكثر نشاطا مش كده. ففي الحاله ديت اجد النبات ده، ما ده اي نبات في الدنيا، انا كنت متخيل كل النباتات كلها كده، لا هقول لك نوع تاني دلوقتي اشرحه لك. يبقى هنا النباتات، النبات بيطلع من تحت لفوق
بمعنى شيء طبيعي ان الاولدست والمور اكتف هو اللي تحت خالص، وكل ما اطلع لفوق كل ما ايه حجمه بيقل، درجه اللي موجود هنا بيكون في، لو هنا في ورقه مثلا هنا كده اجد اللاتر برانش يا دوبك كده لسه ايه ما اداش طنط حتى لسه 2 3 مللي موجود عندنا. يبقى هنا كل ما البط بينمو بيديني لات اكزيلري بط، واكزيلري بط بياكتف ويشتغل ويديني عشان كده بيبقى المور اكتف والمور والاولدست واللارجست بيبقى قريب من هنا من عند القاعده بتاعته. ده النوع ده من بيسموه التفرع الصادق، مونوبودال سكسيشن. مونوبودال سكسيشن، مونوبوديال سكسيشن، او ايه ده العربي؟ بيديني مونوبوديال سكسيشن، مونوبوديال برانشنج. التفرع هنا تفرع صادق، تفرع صادق. امال هو في تفرع كذب؟ ايوه، او غير صادق، بعض الناس يحب يسميه كده. التفرع الايه، التفرع التاني بيحصل ازاي يا جماعه؟ قبل ما انتقل وامسحه هسال سؤال. المين اكسس اللي هو ده، ده المين اكسس اللي هو ده، سوري، المين اكسس اللي هو ده بيتكون من عدد من السلميات، عدد من الانترنودز، تمام؟ اوريجينيت منين؟ جم من مصدر الانترنودز، جه منين؟ مصدر الانترنود كله جاي منين؟ من الترمال باد. كل ما يكبر الترمال باد بيديني انترنود، كل ما يكبر بيديني انترنود جديده، كل ما يكبر بيديني انترنود جديده. يبقى المين اكسس ان مونوبوديال برانشنج كونسيست اوف ميني انترنودز اوريجينيت فروم الابيكال او الترمال باد. ثاني، ان مونوبوديال برانشنج، المونوبوديال برانشنج المين اكسس الفرع بتاع النبات الموجود عندي بيتكون من عدد من السلميات، كل واحده اسمها سلميه الانترنود. اوريجينيت جم منين؟ جم من الترمينال بد، جم من الترمينال بد، تمام. لكن نيجي بقى نشوف النوع الثاني. بص النوع الثاني عامل ازاي، غريب شويه. ادي النبات الثاني، النبات ينمو عشان يديني 1 اور 2 انترنود، وبعد كده البد بيكم ان اكتف. وادي الورقه الجانبيه اللي اتفقنا عليها، وادي البض اللي بنتكلم عليه، البض الموجود هنا. يبقى الترمينال بض اللي هو ده سيادته فقط 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 ينمو عشان يديني 1 اور 2 انترنودز، زي ما احنا شايفين 2 انترنودز اهو، بيديني 1 اور 2 وبعد كده بيكام ان اكتف، ما بقاش شغال. هل كل النباتات السيمبوديال بتبقى جاست 1 انترنود؟ لا يا استاذ، لا لا لا، ده الاكزيلري بود الموجود هنا يبتدي ينمو، وينمو يروح طالع كده وبرده يديني 1 اور 2 انترنود انس ان الترم اهو، البود لسه موجود اهو، وبرده يديني 1 يديني 2 انترنود بالشكل ده. ادي النود وادي الورقه، يبتدي البض اللي موجود هنا ينمو هو كمان ويديني 1 اور 2 انترنودز انز ان البض، تم البض اللي موجود عندنا هنا بيقف يتوقف على الحركه ويديني هنا نود موجوده هنا، والنود فيها ورقه وابط الورقه فيه بض، تمام. ويعيش حياته كلها كده، يعيش حياته كلها ان الترم البض يتوقف على الحركه. امال مين تيك اوفر ذا كنترول بتاع الالونجيشن؟ الاكزيلري بادي ينمو وزي ما عمل الاساسي برضه يديني 2 انترنودز ويتوقف على الحركه. يقوم الباد اللي تحتيه جاست بلوزا تيرمال، هو ده الباد جاست بلوزا تيرمال باد ينمو، هو ده اللي بيبقى مسؤول عن الجروث، ويديني 1 2 انترنودز ويتوقف برضه على الحركه، ويبقى النبات عامل كده، تمام. طيب النبات بقى يا جماعه بيحصل كتير جدا بيديني يبقى زجزاج شيب كده، فعلا النبات بيبقى زجزاج شيب، لكن في بعض الاحيان بيبقى زجزاج ولا حاجه. اول ما الاكزيلري بود يبتدي ينمو عشان يديني 1 اور 2 انترنودز يعمل حاجه غريبه جدا، ياخد فولس ميديم بوزيشن، يعني يروح جاي متحرك بالشكل ده، يروح متحرك على الجنب ده كده.
يقوم وده يتحرك يبقى هو لاترالي. فالمنظر يبقى غريب. المنظر يبقى عندي ان الادي انترنود الاولانيه جايه من ايه؟ من التيرمينال بادي الاولاني، والانترنود الثانيه شبكت فيها جايه من الاكسلري بادي الثاني، وبعدين شبكت فيها دي، وبعدين شبكت فيها كده. في الاخر تجد منظر غريب قوي. طب ايه اللي بيخليه بكام انكتف الاول؟ انه تحول لتندر، تحول لتندر مثلا. فنجد المنظر غريب قوي، تجد النبات عامل كده، ادي النبات وادي الورقه وادي التندر قدامه، ادي التندر وادي الورقه قدامه، ادي الورقه وادي التندر قدامه، وادي ورقه زي ورقه مثلا ايه العنب. ورقه العنب بالشكل ده، ورقه النبات تبقى عامله كده، تمام. اجد بعرف السيمبوديان منين؟ اجد اوبوزيت تو دليف مقابل الورقه، اجد تندر او فلاور او فروت. ممكن انتهي البض الاساسي اللي اتكلمنا عليه ده يتوقف عن ان هو يديني ينمو بانه يتحور الى تندر او يتحور الى فلاور اللي بعد كده تديني الفروت، تمام. يبقى ده المنظر. بعرف السيمبوديال برانشنج، بعرف السيمبوديال برانشنج من القصه دي. بعرف السيمبوديال برانشنج من القصه الغريبه دي، انه هو بجد مقابل لليف في تندر. وانت لو ركزت في رسمه رسمها على الشمال دي، تجد هنا الورقه دي الجزء ده من النبات ده، بدل ما هو واخد وضع جانبي كده هياخد ايه؟ وضع صادق، هياخد فولس ميديم بوزيشن ويرمي ده على جنب. عشان كده تجد التندر اترمى بقى عليه على الشمال هنا مقابل للورقه. النوع ده من البرانشنج بيسموه سيمبوديال برانشنج. انا حبيت اشرحه بالتفصيل، يا ريت الناس تكون فهمت الكلام، لان هو مش سهل في ايه كلامه نقراه، ولو ما فهمتوش نشرحه تاني. طيب نرجع بقى لمحاضرتنا ونرجع للكلام اللي احنا بنقوله. فين احنا مشينا؟ قلنا الكلام ده كله. فين البرانشنج؟ فين البرانشنج يا استاذي؟ ادي برانشنج سيستم. يبقى البرانشنج اول نوع unbranched زي النخله اللي هي موجوده رسمه رقم واحد على الشمال دي. دايكوتوموس برانشنج بالترمال باد او الابيكال باد ديفايدد انتو تو اند سو اون، يديني اتنينات طول ما ماشي كده. الدوارف الشوت، خلي بالك اوعى تتلخبط بين unbranched وبين الدوارف. الدوارف الشوت از نوت ديفرنشيت انتو نودز اند انتر نودز، غير متميز الى عقد وسلميات زي البصل وزي الجزر وزي اللفت وزي ايه الفجل والحاجات دي كلها مع التوم. كل ده في الستيم انا شايف اوراق وشايف فايبرس روت. اللي في النص اللي بعض الاحيان وانت بتاكل بصل، الناس بقى يا عالي اللي هي يعني واد الحلو كده بيقف ياكل عربيه الفول في الشارع، ياخد بصل اخضر ببقه كده تروح قاطع وتافف ايدي. اللي رماها دي عباره عن الفايبرس روت بالستيم اللي بتبقى في قمه البصلايه. حتى البصلايه الحمراء اللي في البيت برضه تلاقي فايبر خارج منها، وعباره عن ايه؟ عباره عن ستيم الصغير اللي انا بشيله بطرف السكينه ده، وانا بعمل بقطع البصل ولا بعمل بيه اي حاجه، تمام. يبقى ده اسمه دوارف. الدوارف انه از نوت ديفرنشيت انتو نودز اند انتر نودز. لكن unbranched اللاترال باتس ان اكتف، مش موجوده او ان اكتف لا تشتغلش، زي النخله. النخله زي ما انتم شايفينها طولها 10 12 متر ما فيهاش اي فرع جانبي. دايكوتوموس القمه بتنقسم لاثنينات، اللاترال هو المونوبوديال والسيمبوديال، وده الكلام اللي ايه شرحناه هناك بالتفصيل. ادي اللاترال مونوبوديال وسيمبوديال. لما نبص كده يا جماعه في المونوبوديال، اقدم ورقه هي اللي تحت، كل ما نطلع ورق بيقل في حجمه. اقدم بض هو اللي تحت وكل ما نطلع بيقل في حجمه. بينما في السيمبوديال برانشنج نجد على طول، ندي مثال زي الرسمه اللي رسمناها، مقابل للورقه في تندر، مقابل مش في قبط الورقه. لو في قبط الورقه يبقى ده مونوبوديال عادي، لو في قبط الورقه يبقى مونوبوديال، لكن ده فين؟ في مقابل للورقه. مالناش دعوه بالرسومات اللي تحت ديت، يعني رسومات، لكن هي بتوضح نفس المعنى.
الورقة مقابلها ايه؟ فلاور. الورقة مقابلها فلاور، ادام ورقة قدامها فلاور يبقى ده سيمبوديال برانشنج موجود عندنا. طيب هابت اوف ذا ستيم، الستيم حاجة من اتنين، اما في اناف ميكانيكال تيشو، في نسيج غذائي قوي فمخلي كان كيب ذا بلانت اريكت بيخليه واقف كده على حيله زي النخل وزي الشجر وزي النباتات العادية، او النبات بيكون ضعيف، النبات بيكون ضعيف ويك ستيم، نبات ضعيف ما فيهوش اناف ميكانيكال تيشو، ما فيهوش لجنين حاجات لجنيفايد، ما فيهوش فايبرز كافي انه يخلي النبات قوي، فبيضطر النبات يلجا لواحده من ثلاثه، اما النبات بيكام كلايمبنج يروح بعت محلاق، محلاق زي اللي احنا شايفين قدامنا ده هو ده، يعمل ايه؟ يمسك في اي سبورت، حتى العنب بيعملوا تكعيبه عنب، ايه تكعيبه العنب دي؟ او يجيبوا ايه فتل كده ويحطوها يثبتوها جنبه ويربطوها من فوق ومن تحت، يقوم العنب يطلع او اللبلاب يطلع يلف على ايه؟ على هذا السبورت، لان نبات الستيم بتاعه ضعيف فبيضطر يقع. طيب ادي نوع. النوع الثاني انه يعمل توينينج، توينينج يعني يلتف، احنا شايفين بقى النبات ما فيهوش هنا، ما فيش هنا في كلايمبرز، ما فيش تندرل، ما فيش محلاق، لكن النبات نفسه الساق بيلف على السبورت، الساق نفسه هو يعني الساق كده، ادي السبورت ويجي النبات يلف في كامل حواليه، يلف بهذا الشكل عليه، ادي النبات اللي هو ايه اللي بتاعنا احنا اللي هو بنتكلم عليه بنقول عليه هو توينينج، ادي النبات اهو طالع كده بيلف زي كاسكوته وزي الحاجات دي، بيلف حول السبورت بس هناك ايه فور ابزوربنج، بيعمل هيستوريال روتس، ادي الايه بيحصل فيه. طيب في بقى نوع ثالث اللي هو بروستريت، لا قادر لليه تندر ولا قادر يلتف حوالين، بيعمل ايه؟ يضطر يقع على الارض، يضطر النبات يقع على الارض. فلما يقع على الارض يا جماعه ليه ثلاث اشكال، ليه ثلاث اشكال، اما ليه 1 روت سيستم، ليه 1 روت سيستم فقط لا غير، اللي هو الاساسي، وبعد كده طول ما هو ماشي عمال يبعت اوراق لفوق فقط لا غير، زي ما شايفين هنا مفيش روت سيستم تحت، هنا مفيش روت سيستم تحت، مفيش هنا روت سيستم تحت، مفيش هنا روت سيستم تحت، هو كل في البروستريت، بروستريت عباره بيكون 1 روت سيستم فقط لا غير، وشو السيستم عباره عن برانشز ما فيهاش روت سيستم خالص. طيب ده حلو خالص. انما النوعين التانيين في روت سيستم، بس الفرق بينهم ايه؟ بين الكريبر والرانر. الكريبر ات اتش نود هاجد، اتش نود هاجد ايه؟ مكان الشوت طالع لفوق الاقي روت سيستم فايبر الشوت طالع تحت، ات اتش نود كل نود مطلعه جزء خضري مطلع من تحت فايبر الشوت. انما الرانرز، الرانر بقى مختلفه خالص، الرانرز بتعمل at each other node، يعني النود دي فيها fibrous roots والنود دي فيها fibrous roots واللي في النص ما فيهاش، اللي في النص عشان كده بيسموه نطيه، نطيت النوع اللي هنا البتاع بينط ليه؟ each other node، يعني نود اه ونود لا، نود اه ونود لا، ده بيسموه runner، نوع من انواع البروستريت اللي بيمشي على الارض. يبقى البروستريت ثلاث انواع يا جماعه، بروستريت، بروستريت اسمه كده بروستريت، بروستريت ليه 1 root system، بروستريت كريبر اللي هو او الكريبنج يسموه كريبر او كريبنج، كريبنج ويك ستيم ده ات اتش نود سندنج فايبرز روت زي ما احنا شايفين، انما الرانر ات اتش اذر نود، يعني نود اه فيها روت ونود لا ونود اللي بعدها فيها نود اه ونود لا، نود لا اه ونود لا، ماشي كده على طول كنبات بهذا الشكل. طيب فانكشن اوف ذا ستيم، كون بير اند هولد، بير بيحمل الاوراق والسقان، مسؤول عن اللاترال جروث، مسؤول عن كوندكشن اوف ووتر اند نيوترينت، لان في زايلم اوف فلويم فبياخد من الفلويم ياخد الفود الريزيرف فود الموجود فيه نتيجه عمليه التمثيل الضوئي ينزله كل جسم النبات، وبياخد من الروت كل الميه والنيوترينت يطلعها لجسم النبات كله. فزي ما بيقول الصرف، انت عندك في اي بيت في المطبخ ولا في الحمام في ماسورتين، ماسوره تطلع لك الان اللي هي الميه العذبه، وماسوره تاخد المجاري اللي موجود عندنا. كذلك النبات في حاجتين، الفلويم بيجيب من الورق الفود اللي اتكون نتيجه عمليه الفوتوسينثيز، وفي كمان
الزايلم اللي بياخد الميه اللي جايه من الروت سيستم يوزعها على جسم النبات. ادي كلمه كونكشن. كمان بيشيل الفلاورز مسؤول عن انه يدي الفروت والايه السيد. دي البرايمري فانكشن بتاعه الستيم. لكن الستيم في بعض الاحيان بيبقى معمر مسؤول عن ما يسمى فيجيتال بروبيجيشن، مسؤول في بعض الاحيان بعض السقام بتبقى تختزن جواها اكل بيعمل فوتوسينثيس، بعض الاحيان بيبقى كلايمبنج كمان، وبعض الاحيان بيكون كمان مش مكتوبه لكن كمان فور بروتكشن يتحول لسباين يبقى فور بروتكشن. يبقى دي ناقصه كمان واحده على فكره. ممكن نضيف جنب البرينيشن معمر وفيجيتال بروبيجيشن التكاثر الخضري والستورج اوف فود والهيرب ان فوتوسينثيس والكلايمبنج، ممكن كمان فور بروتكشن يتحول لسباين عشان يحمي النبات against grazing animals من حيوانات الرعي. طيب نتكلم على الموديفيكيشن بتاع الستيم بقى. الستيم يا جماعه ممكن يبقى يعمل aerial modification او subterranean. aerial 4 والsubterranean 4. الaerial 4 والsubterranean 4. ايه الاربعة اللي فوق الارض؟ زي ما شفنا من شويه قلنا ان البد سواء كان التيرمال بد او الاكزيلري بد تحول الى كلايمبر او تندر، يبقى النبات ده لازم يكون ان ويك ستامز، والنبات ده بيعمل ايه؟ تحور البد. خلي بالك انا عايز اقول كلمتين اوعى تنساهم، حطهم جميعا حلقه في ودننا، خلاص نحطهم حلقه في ودننا. ايه بيقول الحلقه ديت؟ بتقول الحلقه دي بتقول ان البد في قبه الورقه، والبد ينمو يديني لاتر برانش. البد في قبه الورقه، تاني البد في قبه الورقه والبد يديني لاتر برانش. يعني لو حبيت ارسمه هنا قدامي هنا اقول والله مثلا اجيب لون احمر احسن، ادي النبات بالشكل ده، البد موجود في قبه الورقه. اوعى تنسى المعلومه دي. يبقى اول معلومه مهمه ان البد موجود في قبه الورقه. المعلومه الثانيه ان البد لما ينمو يديني لاتر برانش زي البرانش الاساسي، زي الفرع، زي الشجر الاساسي، بيديني افر نود وانتر نود ويديني لاتر برانش. يبقى دي معلومتين مهمين جدا. طيب هنيجي بقى، انت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ اقول لك لو انا شفت منظر كده وشفت تندر موجود في قبه الورقه، ده عباره عن ايه؟ ستيم موديفيكيشن. ليه؟ لان الاكزيلري بد اللي موجود في قبه الورقه نما واداني تندر، مش كده؟ يبقى ده تندر اوريجينيت من اكزيلري بد. تندر اوريجينيت من ايه؟ اكزيلري بد. اللي هو في تندر موجود في حته ثانيه؟ اه. في تندر ثاني اللي احنا شفناه من شويه وشرحناه بيكون اوبوزيت للليف، وده قلنا جاي من زي بتاع العنب كده ولا حاجه، جاي من تيرمينال بد. يبقى ده تيرمينال بد، والتاني اللي رسمناه من شويه كان اكزيلري بد. في كلتا الحالتين البد عباره عن ستيم. قلنا كده اوعى تنسى الحلقتين اللي في ودنا، البد في قبه الورق، البد ان ذا اكزل اوف ذا ليف، والبد هو الاوريجن بتاع الستيم. لاترال برانش مسؤول عن اللاتر بد، بينمو يديني لاترال برانش. ما ننساش المعلومه دي ابدا. فسواء كان تحول الى محلاق الى تندل، سواء كان من ترنال بد او التاني رسمناه من شويه من اكزيري بد في قبه الورقه، في كلتا الحالتين ده ستيم موديفيكيشن. في كلتا الحالتين ده ستيم موديفيكيشن، ودايما ده يحصل ان ويك ستامز، يحصل في السقان الضعيفه اللي ما فيهاش انف ميكانيكال تيشو، ما فيهاش نسيج ميكانيكي قوي كان كيب ذا بلانت اريكت، يقدر يحتفظ بالنبات واقف. النبات لو سبته هيقع. فربنا سبحانه وتعالى خلى النبات ده بدل ما يطلع نورمال لاترال برانش اداني لاترال برانش على شكل محلق تندر عشان يمسك في اي سبورت عشان يخلي النبات يعيش لفترات اطول ما يقعش في الارض. تمام؟ ادي يا جماعه اول شكل. تاني شكل ثورن. افرض البد اللي احنا اتفقنا عليه اللي في قبه، ادي البد اهو، وادي ورقه زي ورقه البرتقال مثلا، وادي البد. البد هنا، البد قلنا في قبه الورقه، ما هو باين ان هو البد في قبه الورقه، صح؟ الصغير خالص ده. البد قلنا لما ينمو يديني ايه؟ لاترال برانش.
اللاتر برانش بدل ما يديني نورمال لاتر برانش بيبقى هارد هاردن سوليديفاي لوزز اتس ووتر، بيبقى بيجف وينشف يفقد المية بتاعته and become tapered ويبقى مدبب الطرف، فيتحول من لاتر برانش عادي الى شوكة موجودة في قبط الورقة. خلاص يبقى الورقة موجودة زي ما هي، ورقة تحت يد الورقة، ولكن اللي في قبط الورقة ده عبارة عن شوكة. شوكة جاية منين؟ أوريجينيت منين؟ من الأكسيلري باد، بينمو يفقد المية اللي فيها ويجف وينشف وبيكم تيبرد. بيكم تيبرد يعني يبقى أصبح مدبب، فنبقى بيكم تيبرد مدبب يعمل إيه؟ أصبح تحول إلى شوكة، والشوكة دي فين؟ موجودة في إبط الورقة، موجودة في إبط الورقة. طيب افرض إنه هو بقاش في إبط الورقة، هنفرض فرض كده مش إبط الورقة، يعني موجود بالشكل ده، أدي الليف وأدي الليف، وهنا في أشواك موجودة على الستيم. هي ده طالع من أكسيلري بود؟ لا، أكسيلري بود هنا، هو مفروض يبقى هنا، أو أكسيلري بود مفروض يبقى هنا في قبط الورقة، لكن ده طالع على الانتر نود مش عند النود، طالع على الانتر نود. ده ما اسموش ستيم ثورن أو سباين ستيم، ده اسمه ستيم بريكلز. ستيم بريكلز، بريكلز يعني الإبيديرمس بتاع الستيم. الإبيديرمس ده جف ونشف وتحول الى اشواك صغيره كده بيسموها بريكلز، ستيم بريكلز. يبقى لازم اخلي بالي من المعلومه دي، في فرق بين الستيم ثورن والستيم بريكلز. ستيم ثورن طالع من الاكسيلري بود، ده نورمال، بدل ما نورمال لاترال برانش هاردن وسوليديفاي ولوزز اتس ووتر وبيكام تيبرد، اصبح مدبب وتحول الى شوكه. لكن لو لقيت الاشواك صغيره كده طالعه على الانتر نود مش في قبط الورقه، مش عند النود، طلع على الانتر نود، فبيسموا ده بريكلز، بيسموها بريكلز، بريكلز كده اسمها ستيم بريكلز. صغير قوي. بريكلز بيبقى بريكلز الموجوده في ابط الورقه الموجوده عندنا. طيب طيب عندنا في ستيم موديفيكيشن تاني، انا هضطر ان انا ارسمه على حاجه بيضة، اجيب شاشه بيضة ونتكلم فيها، لان مش نافع اتكلم هنا، برسم فوق حاجات تانيه مش نافع. طيب نبص هنا يا جماعه بقى، في نبات زي الكشك المز او الاسبارجس والراسكس يحصل حاجه تانيه في الستيم. ادي ادي النبات، وعند النود بدل ما يديني نورمال ليف ورقه عاديه، وفي القبط بتاعها في بد، ودي عشان يديني لاتر برانش، ده الشكل عادي للنبات. عند النود بيديني ورقه، انا بعرف مكان النود اصلا من الورقه، وده البط المفروض يديني ايه؟ يا رب نحفظه ما ننساش، قبل بيديني لاتر برانش، يعني دي الورقه وده اللاتر برانش، الورقه الموجوده عندي هنا. طيب ايه اللي يحصل هنا؟ قال لك النورمال ليف اللي هي دي بقت سكيل ليف، بقت ورقه خرشوفيه لونها بني، ما تقدرش تعمل فوتوسينثيس، مشكلة. طب البد اللي هنا اللي موجود هنا بدل ما يديني نورمال بد، نورمال لاتر برانش، يقوم نامي مديني جرين ثريد، حاجة لونها أخضر. ليه؟ ليه حصل كده؟ لأن النورمال ليف بيكام سكيلي، بقت سكيل ليف، دي النورمال ليف، أو النورمال ليف حولت الى شوكه صغيره كده. في كلتا الحالتين سواء كان سبايني ليف او
أو كانت. سبايني ليف أو سكيل ليف في كلتا الحالتين خلاص cannot carry out photosynthesis، مش هيقدروا يعملوا photosynthesis في كلتا الحالتين. وربنا سبحانه وتعالى يخلي البط اللي هو ده بقى اللي في قبة الورقة بدل ما يديني normal letter branch يديني green thread like structure هذا الشكل، green thread like structure. ممكن الجزء الأخضر ده يكون one internode فبيسموه كلادود. لو هو one internode يسموه كلادود. ده لو هو اكتر من انترنود يعني لو عمل كده ساعات بيبقى ريبو لايك ستراكشر، عامل كده ومتقسم كده زي نبات المولمبيكيا الورقه العاديه اهيت والساق نازل كده خيره. بدل ما وان انترنود بيكون ميني انترنود بيسموا ده فيلوكليد. يبقى ده الفيلوكليد. يبقى في كلتا الحالتين دولت في اللوكليد، في كلتا الحالتين ده اسمه ليفي ستيم ساق ورقي. ليفي ستيم اسمه ليفي ستيم ساق ورقي فور اسيميليشن فور كارينج اوت فوتوسينثيسيس بيسموا التمثيل الضوئي اسيميليشن او فوتوسينثيسيس. يبقى النبات العادي الورقة العادية بتاعته تحولت إلى سكيل ليف أور سبايني ليف. ربنا سبحانه وتعالى يخلي الأكزيلي بود اللي هو احنا قلنا حفظناه في ودننا الشمال بقى الأكزيلي بود اللي في قبة الورقة أكزيلي بود ينمو يديني لاتر برانش بدل ما يديني نورمال لاتر برانش بيديني جرين ستراكشر ليف لايك. لو هو 1 انترنود بيسموه كلادود، لو هو مور ذان 1 انترنود بيسموه فيلوكليد. من أنواع الفيلوكليد ساعات يبقى عامل كده، طبعا منظر اي طالب لو شافه يحلف لي يقول لي والله العظيم دي ورقه، لا هي مش ورقه الحقيقه، استم. لان الورقه العاديه هي اللي تحت دي تحولت الى سكيل ليف. الورقه العاديه دي تحولت دي سكيل ليف ورقه او سباين موجوده تحتها. يبقى النورمال ليف تحولت لسكيل ليف او سباين. يقوم البد اللي هو المفروض يديني لاتر برانش بيديني لايف ليف لايك ستراكشر. ليف لايك ستراكشر حاجة عاملة زي الورقة. بيتكون من كم انترنود؟ بيتكون من تو انترنود. عرفت منين؟ من الفلاور باد دي. دي فلاور باد موجود في النص. لأنك أنت لو قلت دي عبارة عن آدي هنا عشان يبان المنظر، منظر عامل كده. لو فلاور باد هيطلع منين؟ من هنا. يبقى ده عبارة عن إيه؟ تو انترنود. ترجعها بقى لشكلها الطبيعي، ورقة طبيعية أهي. تمام؟ يبقى بقت في الآخر ورقة وفي النص في فلاور باد. يبقى دي consist of two internodes. يبقى دي يسموها ايضا فيلوكليد. عندنا كلادود one internode وفيلوكليد two internodes. وعند المولمبيكيا ميني internodes بيسموها ايضا فيلوكليد. كل دي يا جماعه ليف ستيمز عباره عن سيقان ورقيه. ورقيه ليه؟ لانها بتعمل فوتوسينثيسز. وليه ستيم؟ لانها طالعه في قبه الورقه. يبقى ستيم لانها طالعه من قبه الورقه. وليفي لانها اخضر بتعمل فوتوسينثيسيس. وعملت كده ليه؟ لان النورمال ليف تحولت لسكيل ليف او سباين. ارجو الكلام يبقى باين، انا بعيده 10 مرات عشان الناس ما تتلخبطش. طيب اخر نوع اللي هو رقم 4 اللي هو السايكلنت ستيم. سايكلنت ستيم لو احنا بصينا يا جماعه على التين الشوكي هتجد التين الشوكي ده عليه في ديبريشن، في اشواك طالعه منه. حته الكاشن دي اللي هي عامله زي المخده ديت الكبيره ديت اللي فيها التين الشوكي الكبيره هتجد عباره عن حاجه خضراء كده، لطشه كبيره خضراء كده وعليها اشواك بهذا الشكل. لو احنا ركزنا في كل واحده من دول عشان نتفرج عليها هنجد ان هي عباره عن دوارف ستيم شايل عليه تو سباينز شوكتين، وده كله عباره جاي في قبه ورق سكيل ليف. يعني ده لو شوف بصينا على السطح
تلاقي سكيل ليف مش طالع دي وراها مش من جواها مش فوقيها دي عباره عن سكيل ليف ده عباره عن دوارف ستيم ودوت عباره عن تو سبايني ليفز طالعين عندنا. ايه اللي بيحصل في الكاشن دي؟ اللي بيحصل يا جماعه ان هي الوساده عامله كده اللي هي الكاشن دي نجد هنا متميزه الى نودز وانتر نودز سكيل ليف بد تو سباينز طالعين على البد سكيل ليف مغطيه في القبض بتاعها ما قلنا اي ليف في القبض بتاعها لازم يكون في بد في بد اكسلي بد. اوعى تنسى المعلومه بتاعت الحلقه اللي ودنك اليمين ان البد في قبض الورقه يعني الورقه بره والبد في داخلها تمام والبد ينمو يديني لاتر برانش تمام عامل انا طبعا بكبرها قوي مش عامله كده ولكن هنا سكيل ليف وهنا في بد والبد شايل تو سباينز. طيب ده كما النبات كله او الكاشن كلها مليانه حاجات من دي مليانه ايه السكيل ليف ده سكيل ليف وده عباره عن دوارف ستيم يعني دوارف ستيم يعني غير متميز العقد والسلميات دوارف ستيم امال دوت ايه تو سباينز تو سبايني ليف بيسموهم جلو كيديا تمام جلو كيديا تو سبايني ليف تاني الكاشن عليها عدد من الليفز ايه ده طب انت بتقول لي دي لونها ايه يا جماعه لونها جرين طب دي ورقه ولا ساق ورقه ولا ساق دي شايل عليها اوراق وفي اوراق بتشيل اوراق يبقى ده ساق يبقى الجرين استراكشر موجود قدامنا ده عباره عن ستيم ده عباره عن ستيم ومتميز الى وجلونه جرين وشايل جرين ستيم يعني ليفي مش كده ليفي يعني اللي احنا لسه شارحينه من شويه اللي هو ليف ستيم الكلادود والفيلو كليد السؤال بقى ده كلادود ولا فيلو كليد لا فيلو كليد لانه عباره عن ادي نود طالع منها ورقه وادي نود مطلع ورقه وادي نود مطلع منها ورقه اذا ده فيلو كليد لانه مور ذان وان انتر نود مور ذان وان انتر نود حلو خالص كل ده كلام جميل هنا نيجي بقى للليفز اللي طالع عند الطرف في قبتها بد البد اللي طالع بقى بد طالع على الحرف من بره ممكن يديني نيو كاشن يديني وسادة تانية وهنا اللي على الحرف هو اللي بيديني وسادة تانية يديني كده الكاشنز ديت الموجود عندي بيديني شكل ميكي ماوس اللي هو التين الشو كده تمام يبقى الدوارف ستيم اللي موجود في قبت السكيل ليف الطرفية ما بيديش دوارف ستيم ده بانه بيديني نيو كاشن بينما اللي في النص هنا ما يقدرش ما نجيش من نص الكاشن كده طالع لي حاجه من النص كده دايما بيبقى طرفي لكن هنا ممكن تلاقي هنا كمان مثلا الحته دي الدوارف الستيم الموجود هنا بينه بيديني نيو كاشن بهذا الشكل وهنا كاشن وكاشن وكاشن ده يبقى كل ده عباره عن فيلو كليد طيب هنا احنا ادينا اسم تاني ليه سميناه ستورج ستيم لان النباتات دي يا جماعه بتكون مخزنه جواها النباتات الصحراويه زيرو فايتس بتقي شويه ميه تاخدها وتحطها جوه التيشوز بتاعتها فبقى ستورج للووتر تعمل ستورج للووتر موجود عندها وعشان تقلل كم البخار الايفابوريشن التبخر الموجود عندها بتكون متغطيه كمان واكسي ماتيريال واكسي ماتيريال يعني طبقه شمعيه واكسي ماتيريال بماده شمعيه عشان تقلل عمليه الايفابوريشن تقلل عمليه الايفابوريشن ارجو الكلام كده يكون باين وارجو الكلام يكون واضح يبقى احنا هنا وصلنا للسلايد رقم فيجيتيتيف قلنا الكلام ده كله وقلنا البرانشنج وقلنا الاري موديفيكيشن
هرجع تاني من اول ايرور موديفيكيشن. يبقى عندنا يا جماعه هنا تندر خلاص سواء من الترمال بد او الاكسلري بد اتحول الى تندر ان ويك ستامز. ادي اول شكل من اشكال ايرور موديفيكيشن. تاني شكل اللي هو السباين ستيم او الستيم ثورن، بدل ما الاكسلري بد يديني نورمال لاتر برانش نما واداني شوكه جف ونشف وبقى مدبب الطرف وتحول الى شوكه. بعد كده الليف ستيم اللي هو الكلادود اللي شرحناه من شويه، كلادود وقلنا ان هو في النباتات الايه اللي موجوده عندنا. الكلادود اللي هو ليف ستيم بيعمل كاري اوت فوتوسنس. وخدنا كمان الليف ستيم الثاني اللي هو الفيلو كليد، ده اللي هو بتاع التين الشوكي. وخدنا بتاع كمان ليف ستيم فيلو كليد بتاع الراسكس اللي قلنا تو انترنوت. طيب في حاجه تانية احنا مش موجوده هنا مش مكتوبه، بس دي المفروض نكتب الليف ستيم ونكتب كمان ستورج، نكتب جنبها ان هي رقم 4. انا مش عارف انا حطيت فايل قديم، ده رقم 4 هنا كمان، ده عباره عن ليف ستيم وكمان ستورج ستيم بيخزن جوه ميه، واحنا شايفينه كده غض، كده غض يعني ايه مليان ميه من جواه، مليان ميه من جواه عشان ده نبات صحراوي ما بيصدق يلاقي شويه ميه عشان خاطر يخزنهم جواه. تمام؟ فدي رقم 4 مش 3 يا جماعه، هنكتب هي ليف ستيم رقم 3 فعلا، لكن رقم 4 مش موجوده مش مكتوبه يعني قدامي، وبالتالي هي ناقصه هنا في الورق ده، مش في السلايدز دي مش ناقصه، موجوده للاسف، اللي هي عباره عن الرسمه دي بس بنتكلم عليها على انها عباره عن ستورج ستيم، عن الستورج ستيم مش ليف ستيم، اللي هي بتخزن جواها ميه. لحظه اللي هي دي بس هنا برضو بيتكلم على ان هي برضو اسيميليشن فور اسيميليشن اند ستورج فوتر. انا كاتب هنا قدامكم ان هي فور اسيميليشن ليف ستيم يعني وستورج ووتر وتخزن جواها ميه وموجود جواها، دي رقم 4 الجزء ده بس، ده كده ده رقم 4 اللي هو النوع الرابع من انواع الستمز اللي هي بتكون اريال يعني فوق الارض. دي اربع اشكال من اريال ستيم موديفيكيشن. طيب انا بكده هقف مش هقدر اقول حاجه تاني، ونبتدي المره الجايه من السبترينيان ازاي الساق ينزل تحت الارض، ازاي الساق ينزل تحت الارض. تمام؟ يعني هبتدي من سلايد رقم اريال ليفي السبترينيان اللي هو ده، من سلايد رقم 42. على فكره اللي باقي كله مش كتير، عندي في هنا 8 عندي هنا 5 سلايدز فقط لا غير، هم الباقيين، لكن الوقت المتبقي ما يسمحش، وكمان انتوا صدعتوا وانا صدعت. انا هتوقف عند هذه النقطه، لكن اسمع اسئله حضراتكم، لو في حد عنده اي سؤال يتفضل يسال، انا معاكم هجاوبكم على اي حاجه في اللي قلناه النهارده. اي سؤال يا شباب؟ طبعا احنا كنا في اول محاضره 32 بقوا 23، 9 سقطوا مننا. حد عنده اي سؤال؟ شكرا يا دكتور. لسه معاني؟ اي سؤال؟ مارتينا؟ جوزفين؟ ايه؟ رحمه؟ لا يا دكتور شكرا. حبيبه رنا؟ كاترين؟ ساندي؟ مادونا؟ فرحه؟ نورهان؟ هو مفيش ولاد ولا ايه؟ كله بنات؟ انس الحمد لله لقيت ولد في وسطينا اهو. ازيك يا انس؟ بس يوسف جرجس شنوده ابراهام مونيكا. طيب الاسامي الموجوده قدامي هنا، جوزفين انت فاتحه المايك. اي حد عنده اي سؤال في القناه النهارده يا شباب؟ هلا دكتور. لا يا دكتور. طيب اوكي. طيب يا جماعه انا بكده هنهي المحاضره، وان شاء الله نشوفكم يوم تخليوا بالكم الحصه الجايه العملي سبت واثنين، حد واثنين عندهم حصص العملي، يا ريت نخلي